الفتاة التي تم طردها وهي رادت أن تشارك الرجال رقصة العرضة في محافظة الباحة. اليوم ظهرت عبر تطبيق تيك توك لتوضح أن كله كان بالغلط. ظهرت بدون حجاب وبكامل أناقتها ومكياجها، وذلك بهدف زيادة المتابعين، وليس كما يقال بأنه انتشر بالغلط أو بمجرد أنه تحدي. تابعوا معنا باقي التفاصيل ولا تنسوا إبداء رأيكم. لأنه كان مجرد تحدي سويته بدون الموضوع. اللي بقوله إنه ما لأي أحد أي حق إنه يصورني أو يسوي تشهير أو يفتروا علي بدون أي حق ولا أي برهان، ولا اللي صوروني أو البنت اللي أشك إنها بنت لأنها جالسة في الجهة اللي جالسة فيها، ما لها أي حق تصورني أو تسوين زوم كبري فوكس. ليش؟ طيب العباية انفتحت، هذا نزل الكاميرا احذفي نهاية المقطع. او بطريقة غلط لانه كان مجرد تحدي سويته بدون الموضوع. اللي بقوله انه ما لأي احد اي حق انه. كشفت الفتاة التي اقتحمت رقصة العرضة في الباحة عن السبب الذي دفعها لفعل ذلك، ووجهت في الوقت نفسه رسالة لمن صوروها ونشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أوضحت الفتاة في مقطع فيديو نشرته على حسابها على سناب شات أنها اقتحمت رقصة العرضة في الباحة لأنه كان مجرد تحدي سوته بطريقة غلط. ما لأي أحد الحق أنه يصورني ويسوي تشهير ويفتروا علي بدون أي حق أو برهان. اللي صورني وأشك أنها بنت ما لها أي حق أنها تصورني. الفتاة السعودية تبرر رأسها ومشاركة الرجال بأنها كان مجرد تحدي سويته بالغلط. أما عن مظهرها فقالت أن ده حرية شخصية. العباية انفتحت برضو بالغلط، والبنطلون الممزق الذي يكشف أجزاء من جسدها كان برضو بالغلط. أما عن شعرها المنسدل تحت الحجاب فهو أيضا بالغلط. الحقيقة أن هذه الفتاة السعودية فعلت هذه الفعلة بكل إرادتها وعن عمد. وقال أحد المتابعين إن هي بالفعل التي قامت بتصوير نفسها ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الشهرة وزيادة المتابعين. رقصت بالأمس رقصة العرضة مع الرجال في السعودية في منطقة تتمتع بعادات وتقاليد خاصة، ففعلت هذا الفعل المختلف. رقصت العرضة وقامت بتصوير نفسها ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. ظهرت اليوم لكي تبرر لنفسها ولجمهورها وللمتابعين الذين انهالوا عليها بالسب والانتقادات اللاذعة. ظهرت اليوم لتبرر موقفها بأن كل حدث تحدي بالغلط. هذه الفتاة السعودية ظهرت بدون حجاب وبكامل أناقتها وبشعر